بابا انا نجحت. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك، إن شاء الله بإذن الله الحمد لله. ماشي يا بوب بقى، خليك حلو، عايزين هدية النجاح. اخلص، عايز ايه؟ صراحة بابا نفسي اوي في كلب. كلب كلب يا جدع، مش يا جدع، انت ايه يا جدع، انت مش بني ادم. بابا بس كده، ما انا هجيبه للحراسة، وانا لما سألت الشيخ قال لي طالما في غرض من الكلب يبقى حلال. لا شغلة، سألت الشيخ وقال حلال، دي مش هتاكل معايا، مش هتاكل. الشيخ قال لك برضو مش هتاكل. ما تزعلنيش منك بقى بوب، انت ايه اللي انا عايزه لما انجح هتجيبهولي ايا كان ايه؟ حمادة حبيبي، ما هما بيعملوا ريحة وحشة أوي، ريحة دي ريحة وحشة في جسمه، وريحة وحشة في البيبي. احنا ناقصين يا حبيبي، كفاية ريحتك يا حبيبي. ما انا قبل ما اشتري الكلب اشتريت التحفة دي، ده معطر لجسم الكلب ومنظف ومنع بكتيريا، شوية حاجات كده. انسى الريحة مع المنتج ده يا معلم. يعني الكلب مش هيبقى ليه ريحة؟ لا بجد، ده بودر بيتحط على جسم الكلب، انسى ملوش ريحة، ده بريحة الخوخ اللي انت بتحبها بوب، خالصة معاك. طب انت كده حليت موضوع ريحة الجسم، طب ريحة البيبي هتعمل فيها ايه؟ لو الكلب عمل بيبي في اي حتة بنمسح بدي ونرش المعلم ده، انسى اي ريحة، وان لان ده ريحته قوية جدا. كانتش على ايامنا الحاجات دي، كان زماني قلبها مزرعة كلاب هنا في الشقة. يلا جدك بقى الله يرحمه كان بيكره الكلاب بسبب ريحتها. السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. في الفيديو ده انا جايب لكم حتة جاتو، منتج هيلخص علينا يعني نقول مثلا من 40 ل 50% من المشاكل اللي بتواجهنا في تربية الكلاب في البيوت او حتى في العادي، حتى لو على السطح. تعال اقول لك اول حاجة او اول مشكلة بيحلها المنتج ده، هو ريحة جسم الكلب. ريحة جسم الكلب نفسه بيبقى ليه، الكلب نفسه بيبقى ريحته مش ألطف حاجة، يعني لما بتحط ايدك عليه كده تيجي تشم ايدك ليه ريحة معينة كده مش لطيفة. فهذا المنتج الزئيب هيخلص الكلام بان هو ملوش ريحة الكلب. طيب طبعا هتحب وتتعود على ريحة الكلب، خصوصا ان الكلب بتاعك لو بتدخله جوه الشقة مثلا، لو هو حاجة صغيرة في الحجم ما بيكبرش، متربي معاك جوه الشقة، بيطلع على السرير مش عارف ايه، تبقى ريحة المكان وريحة العفش حلوة، لانه اصلا بيبقى عبارة عن كلب معطر everywhere، يعني هو ريحته البودر ريحته ايا كان بقى، انت اخترت خوخ اخترت اي ريحة تانية، بتبقى ريحته الريحة دي، في فانيليا وخوخ وحاجة كمان. طبعا الكلب بيبقى ريحته حلوة فبيتنقل في المكان، بينشر الريحة الحلوة دي في كل مكان في الشقة. ريحة ايدك لما تطبطب على كلبك هتبقى مش هتضطر تغسل ايدك كل شوية عشان ريحة ايدك مغيرة مثلا، هتحب الكلب وهتتعود عليه، الدنيا بيس، هم هيحبوا الكلب وهيتعودوا عليه في البيت، مش هيشتكوا من روايح في جسم الكلب نفسه. بكتيريا انسى الكلام، مفيش بكتيريا، معنى ان مفيش بكتيريا مفيش اضرار، يعني ممكن احط ايدي على الكلب بعد كده اغسل ايدي بميه بس واكل عادي، الدنيا تمام، يعني هتبقى الموضوع احسن حاجه في حته الجسم بتاع الكلب وريحه الكلب نفسه. على الصعيد الاخر ريحه المكان زي ما قلنا هتبقى ريحه المعطر او الريحه بتاعه البودر اللي انت جايبه. ريحة الفضلات لما بتبقى في المكان، الريحة بتاعت الفضلات بتاعت الكلب مش من السهل، خصوصا لو الكلب مثلا عنده سيكة إسهال ولا حاجة، سوري يعني، بيغير الريحة بتاعت المكان خالص خالص. فالمنتج ده بيحل مشكلة ريحة المكان أو ريحة الفضلات. بكتيريا تاني أهم حاجة، حتة البكتيريا دي التويلت بتاع الكلب لو عمل بكتيريا في مكان فالريحة هتبقى أسوأ حاجة. فالموضوع ده بيحل لنا المشاكل دي كلها. هو اللي عملها الشركة اسمها فريسكس، هما كلموني وقالوا لي عايزين نعمل إعلان عن الموضوع ده، وأنا للأمانة أنا لسه حتى يعني أنا بعمل فيديو دلوقتي وأنا لسه مفتحتش العبوة عشان حابب أفتحها قدامكم أحطه منها على الشرار وأشوف هو فعلا هيغير
الموضوع انا بقالي يعني سايبها كام يوم كده محمتهاش عشان يطلع منها ريحة الكلاب، عشان ابتدي استخدم المنتج واقول لك بكل مصداقية فعلا المنتج ده هيغير ريحة الكلب للافضل ايا كانت حالته ايه ولا لا، وده مش هيأثر يعني مصداقيتي ك يعني المصداقية ما بيني وما بينكم مش هتبقى متوقفة على الاعلان، بمعنى ان انا لازم اجرب ده قبل ما اقولك اشتري، فهعمل ده وهقولك بكل امانة لو ريحته مش حلوة او ما غيرش ريحة الكلب هقولك خلي بالك المنتج ده فشتك وما عملش معايا حاجة، فيلا بينا نجرب عملي، يلا بينا. طبعا زي ما واضح الشرار مش مستحمية بقالها كام يوم، وكده كده ايه هي في مكان اوريدي نضيف فانا مش قلقان، وبرشلها طبعا للوقاية برشلها الخل بالمية عشان ما يجيلهاش اي حشرات او كده، وتعالى نجرب ونشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي مع المنتج. هنفتح كده بسم الله. بص هو المنتج انا اصلا شامم ريحته من قبل ما افتحه، انا طالب ريحه خوخ بصراحه، هما خيروني كده بالروايح، وعلى فكره الموضوع ده ماشي كلاب وقطط اشتوار فيه، هو ريحته حلوه، ريحته حلوه ماسو ناعم. بص يعني انت بتحط ايدك بيبقى شبه دي كده في ايدك، حلو حلو، ده لسبب ان انت هتغطس ايدك زي كده زي كده وهتدعك جسم الكلب، يعني انا كنت هقول الموضوع بس ناقصه ان انت حاجه ترش الباودر بيها، بس لا طالما الباودر بملمس الدقيق ده الناعم قوي كده انت مجرد ما تغمز ايدك فيه وتحط ايدك على الكلب وتعملها كده الموضوع هينتهي يعني. ما تيجي نشوف، تعالى شرار هنا. بس كفايه بوس كفايه بوس. بص خدنا شوية اهو، مش عارف باين ولا لأ، هوبا ونجرب. هادت والله هادت، لا ريحته تحفة بجد، ريحته حلوة. خباك لو ما كانش عجبني، والله العظيم للأمانة لو ما كانش عجبني كنت هقول لهم يا جدعان مش عايز حساب ومتشكرين، وهقول لكم المنتج مش حلو أو مش هرفع الفيديو، هو أصلا طالما الفيديو ده اترفع إذا المنتج ده كويس. ناخد حبة كمان. بص هو باودر كويس الكلب، بص دون هفتح من باودر انا مأفور شوية عشان بحب ريحة الخوخ فايه، بس 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 وانا كمان طالني الموضوع يعني التيشيرت اهو هيبقى ريحتي خوخ برضو. حلو حلو، بينتشر بسرعة في الجسم بتاع الكلب يعني شغال كويس. استنى بقى استنى بقى عشان نركز. لا حلو 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 على بودر كويس، انا اتبهدلت بودر بس بس. بالنسبة للبيبي يا معلم هتعمل لما تنظف المكان وتمسحه كويس تنشفه، بعد كده تروح رشش البودر اللي هو ده علشان ولا ينتشر ريحة بيبي. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، تبقوا جربوا المنتج ده كويس، وصباحكم فل وسلام عليكم.